تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها في مدينة رفح المقدسة بالنازحين والبالغ عددهم 1.4 مليون فلسطيني. هذا وقد بدأ الكثير من الفلسطينيين بمغادرة الخيام في رفح، فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع. مع مواصلة القوات الإسرائيلية تصعيدها في مدينة رفح تزداد الأمور تعقيداً، لا سيما وأن المدينة باتت مكدسة بالنازحين الذين قارب عددهم 1.5 مليون فلسطيني، نزح غالبيتهم من شمال ووسط قطاع غزة بعد أن أجبرتهم إسرائيل على التوجه إلى الجنوب. ورغم التحذيرات الأممية من حدوث إبادة جماعية إذا أقدمت قوات الاحتلال على قصف رفح، وبالتزامن مع الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار المستدام نظرا لصعوبة الأوضاع في المدينة، إلا أن إسرائيل تواصل قصف المدنيين بلا هوادة. من جانبه حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة، داعيا إسرائيل إلى عدم الاستمرار في تجاهل نداءات المجتمع الدولي. وفي المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع المحاصر بدأ الكثير من الفلسطينيين بمغادرة خيامهم وجمع أمتعتهم، فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع مع أمتعتهم التي تكدست على أسطح سياراتهم. ناس قاعدة بتجازف بيقول أنا بدي أبقى، وضع صعب جدا، نسأل الله أن نتعدى الفترة على خير وجنبنا ويلات الحرب. المشاهد تتكرر وتعاد مرة أخرى، ولكن هذه المرة من الجنوب إلى الشمال، رحلة محفوفة بالمخاطر يجبر عليها النازحون مرة أخرى حاملين أطفالهم وأمتعتهم على ظهورهم. على صغار مع نسوان مع هذا وين بيروحوا؟ من هذا الشارع ما فيش مأوى إلا بالمرة ليله، ايش تجي الصاروخ بدك تكون تقاعد؟ طلعنا من الشمال بدون حاجة، وطلعنا في خان يونس شبه بدون حاجة، ما بدناش نعيد الكاغا كمان مرة يعني نطلع بحاجة. ورغم ادعاءات إسرائيل بتوفير ممرات آمنة لهؤلاء الفلسطينيين، إلا أن الكثير تعرض لإطلاق نار خلال رحلة النزوح الأولى، مما أسفر عن استشهاد أسر وعائلات بأكملها، وتزداد المخاوف بين الفلسطينيين بأن تتكرر تلك المشاهد مرة أخرى.